بنمد ايدنا لاي حد يحتاج لنا وبابتسامه نقابله ونفتح قلبنا. فريق عمل ما يهموش المستحيل واقفين عشان صحتك دي تهمنا وجديد واسال طبيبك. فعلا بكم شباب كرام، حلقه متميزه هنتكلم فيها في اكتر من موضوع. هنتكلم عن خشونه الركبتين والام ومشكلات العمود الفقري. يمكن النهارده هنتكلم عن بروتوكول جديد لعلاج هذه المشكلات، سواء كان مشكله خاصه بالركبتين او العمود الفقري. ايه الجديد اللي ممكن نقدمه النهارده ينفع المريض، مش بس المريض اللي بينورنا في فروعنا في القاهره، لكن المريض اللي بينورنا في كل فروع الجمهوريه. كل يوم دكتور سامي بيتوسع في الفروع، والحمد لله الناس على قدر المسؤوليه. زي ما احنا بنقدر الناس، الناس بتقدرنا وبتيجي وبتساهم بشكل كبير انها تعالج نفسها وتريح نفسها من الالام بعد معاناه طالت الناس لمده سنوات كتير. الحمد لله ان شاء الله النهارده هنتكلم معاكم في هذه الموضوعات مع دكتور سامي عديل، استشاري علاج الالام وحقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، واستشاري علاج الام العمود الفقري والركبتين بجراحه. برحب بمعانا، اهلا بيك دكتور سامي. اهلا استاذ احمد، زحمه لله الحمد والفضل. في حراك كبير، وبروتوكول اللي حضرتك نفذته مع المرضى الحمد لله لقى نجاح كبير جدا. التحسن ورضا الناس عن المشروع اللي حضرتك بتعمله بقى كبير جدا. ابتديت تزود فريق العمل عندك بعد دكتور يوسف موجود وفي غيره من الاطباء، فريق المعمل بيزيد كمان. يعني الحمد لله والفضل لله، ما بنشوفش بذره بتنمو سريعا بهذا النجاح بهذا الشكل. الفريق بيكبر، مش بمزاجي كمان، ده غصب عني. أيوة. انت محتاج مساعد يبقى معاك في المكان الفلاني، الفصل والمعامل وتحضير البلازما والادويه لازم مكان، المستشفيات اللي انت بتتعامل معاها عشان لو احتجت تحقن ظهره المريض ظهره او حقن جذور اعصاب او تردد حراري او شفط وتبخير الغضروف، كل دي اماكن لازم يبقى ليك فيها زي ما بيقولوا كده رجول ووضع معين عشان تبقى جاهز. معايا دكتور يوسف حبيبنا وراجل استشاري عظام الدنيا. معايا يا محمود في خبر حلو، في موقف جميل عايزه يحكي عليه، لان الراجل ده يعني بصراحه عمل معايا اول ما شفت حاجه يعني كنت سعيد بيها بس كنت مستغربه قوي. هو يحكيها وانا سجلتها له فيديو قبل كده، بس هو عايزه يحكيها. انت حضرتها يا دكتور يوسف معاك؟ طبعا. رديت وصليت وانا قاعد على الكرسي تمام، ودعيت ربنا يشفيه تمام يا رب يزيح عني. في المنام شفت هزر، شفت الدكتور، اقسم بالله انا كنت اعرفه قبل كده ما عرفتوش، يعني في المنام دكتور سامي بس اسمه برضه بس ايه ما جمعتهوش، بس جاني الدكتور سامي. هتشوفه تاني يوم على التلفزيون تمام. قمت من النوم خلت وشي وتوضيت وقلت ايه اصلي وانزل ايه للولاد فاتحين تحت، فبفتح التلفزيون ايه ده كمان جنب منه الريموت، كنت بتفرج على ماتش بالليل. ايه اللي جت على الرومات جابت لي ايه؟ اللي هو اليوتيوب. اليوتيوب. ففصلت انا بفصل جت على القناه الاولى. فلقيت حد على التلفزيون بيتكلم بيشرح الحاله اللي عندي بالظبط. اللي هي بقى اللي عندك؟ عشان ناس كتير عندهم الحكايه بتاعتك دي اللي مش عارفين اللي عارفه فين. اقف. ايوه. الاقي حاجه بتشدني تمام. طول ما انا قاعد كويس، طول ما انا نايم كويس، التعب يجيني من ظهري من هنا كده. تمام. من اول المقعدة لحد الزمالك جاي من تحت تمام، لحد رجلي الاثنين تحت تمام، واقف رجلي تنمي لما في شهر احس رجلي تنمي، احس اني واقف على سفينتي كده واحس ان انا واقع من رجلي مش شايلاني. ما تشيلنيش رجلي. طب اقعد اسكت. اتفضل اتفضل. واخد بال حضرتك؟ سالت كتير واستشرت كتير طبيه ما خليتش لحد ما رحتلهوش، رحت لابو ابو جنيه وابو بلاش وابو 500 جنيه. فانت جيتني قلت لي ان شاء الله انا هحل لك الحاجات اللي عندك دي كلها، لحد الغضروف صغير وانا هفك لك الحاجات دي كلها. الحمد لله. حاسس ايه بعد اسبوعين بقى من حق؟ بقى لنا اسبوعين؟ بقى لنا اسبوعين، من يوم 18 شفتك في المنام. قمت انا كنت بالليل بتفرج على الماتش على اليوتيوب على الشاشه عندي في البيت. يا سيد. فايدي دست على الريموت جات الليل، فبحول جيت اسم كده على التلفزيون مع واحد. لا حول. تخليهم تشرح له الحاجات اللي عندك. الله اكبر، الله اكبر. سبحان الله. فقمت جايب التليفون وحجزت. اتصلت بالتليفون وحجزت. وانت بفضل الله ما عندكش حاجه تخوف ولا محتاج عمليه جراحيه. يعني انا كويس وبيتوصل لي، بس برضه في الم مش زي الاول، يعني يعتبر 20% من الاول. بعد ما صليت طلعت مش حصل، قلت له يا جماعه اقسم بالله العظيم انا ما كنت اقدر اقوم من الارض. الحمد لله ربنا كرمني وبصلي وبمشي، الله ولك الحمد. ربنا يكمل شفاك على خير. التزم مع محمود اللي احنا متفقين عليه. انا هتابعك بقى كمان بعد دلوقتي بقى لك تعليق اسبوعين اهوت. كمان 18. ايوه وكمان اسئله احنا قدامنا فتره، هتابعك ان شاء الله كمان زياره، وباذن الله باذن الله مش هتحتاج حاجه تاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا النهارده الاستاذه شوقيه دي، ما شاء الله استاذه محاميه كبيره، وهي كانت جات لي من حوالي 7-8 شهور عملت حقن بلازما، لان هي عندها خشونه ما كانتش متقدمه قوي ولكن كانت محتاجه ان هي تعمل حقن بلازما. عملنا لها جلسه وكان المفروض ان احنا بعد شهر ونص نشوفها او بكتير شهرين، حصلت ظروف خاصه كده منعتها ان هي تعرف تيجي. انما يعني كلمتني من كام يوم وقالت ان هي جايه تاني النهارده، عملنا لها جلسه تانيه عشان برضو نعيد البناء، لان كانت هتحصل تحسن وبعد كده الظروف دي منعتها، فحاسس ان هي محتاجه تعمل حقن تاني النهارده. احنا عملنا لها جلسه النهارده وباكد عليها من دلوقتي ان بعد شهر ونص هتجيلي عشان نشوف الوضع اخبار ايه واخبار ربنا ان شاء الله. فباذن الله هشوفي بعد شهر ونص، يا ريت بقى ما نغيرش تاني 7-8 شهور. وبرضه ده بنأكده للناس ان احنا لما بنبقى محتاجين نعمل جلسه ثانيه او نتابع بيبقى شيء مهم، لان احنا بنبني الغضروف. حقن بسيط جدا، والدكتور يا دوبك بياخد العينه بتاعه الدم وبيحطها في الجهاز علشان يفصل الدم من البلازما، وبعدها بياخد البلازما وبحقنه وبيدهني في رجل اليمين حقنه وفي رجل الشمال حقنه، وما بشعرش باي الم، والموضوع بسيط جدا. وانا بقول للناس كلها ان يا ريت اللي حاسس بالخشونه دي يجي الدكتور ثاني، وان شاء الله في ايد ربنا الشفاء بعد ان شاء الله، بعد ربنا هو ان شاء الله. كنت ما بقدرش اقف على ظهري ولا اقعد خالص، الله اكبر، على قعدتي الوقت قعدت الحمد لله، بقوم واقعد وبمشي وكويسة. ما كملناش لسه شهر الحمد لله، والحمد لله في ظرف ما كملتش الشهر حتى. الله اكبر. انت كنت عندي بتاريخ الورق اهو 17 النهارده 14 قدام الشاشه اهو، معلش اقفل عليكي، كنت عندي بتاريخ 17/12، ما كملتش الشهر الحمد لله، والله الحمد والشكر يا رب. الحمد لله، وربنا يشفي كل العيانين ويشفي كل الناس على ايدين الدكتور سامي، لانه انسان كريم ومؤدب يا رب يبارك فيك، وكل حاجه متدين، وفي كل حاجه بيبدا كل شغله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، هو السميع وهو السميع العليم، وكلنا مبسوطين بيه والحمد لله، وربنا كبير ويشفي جميع المرضى يا رب على ايديك. معكم يوسف سراج الدين، مستشار جراحه العظام والام المفاصل والعمود الفقري. الحمد لله النهارده النتائج عندنا كويسه جدا للمره الثانيه من عياده مدينه القصر، عياده الدكتور سامي قنديل. معانا الحاجه جمالات، جات لنا العياده من اسبوعين اول جلسه للبلازما للركبه اليمين، كان عندها خشونه برضو من الدرجه الرابعه، وكانت محتاجه ان هي كالمعتاد تعمل تغيير مفصل، قالوا لها ان حقن البلازما مش هيجيب نتيجه معاكي، لكن الحمد لله هي ربنا هداها وشافت الاعلان على التلفزيون، فجت لنا بدانا معاها بروتوكول علاج خشونه المفصل، وبدانا حقن البلازما واحده فقط من اسبوعين. هي بتحكي لكم تجربتها واحساسها بعد اول جلسه. اتفضلي. الحمد لله انا سمعت على حضرتك وجيت وفتت الحقنه، والحمد لله انا كده بقالي 15 يوم بس حسيت بتحسين. انا كنت بنام ما بقدرش اخد الثلاجه وقت قفلتها، ما كنتش بقدر اقوم بالعافيه، كنت بتعب بحس بتعب جامد في رجلي دلوقتي الحمد لله، فانا جايه تاني حقنه دلوقتي. كنت بتكلم بقى عن تقنية الشغل نفسه، المريض دخل لدكتور سامي، ايه الحوار السريع اللي بيدور بينك وبينه؟ ازاي بيتم التشخيص سريعا؟ ازاي بيتم الحقن؟ عشان معانا فيديو بيوضح للناس ازاي بيتم الحقن. تمام. هو طبعا المريض المفروض يعني هو جاي بيسال ايه اللي ممكن يبقى معايا، فانا دايما اقول للمريض في حاجتين مهمين قوي لازم يبقوا معاك ويبقى فاهم ان احنا هنحتاجهم قوي، ان يكون عامل اشعه عاديه على ركبتيه وهو واقف لازم، او على الركبه اللي تعباه، ويكون معاه صوره دم، علشان احنا في تفاصيل كتير بنبدا نعرفها من خلال الاشعه ومن خلال صوره الدم، لان احنا بنعتمد على الدم في الاساس. في حاجات ممكن تبقى فيها مشكله لو هو بياخد ادويه سيوله بنوقفها قبلها بيوم او يومين، لو لا قدر في عدد صفائح قليل بنبص على صوره الدم ونقدر نحكم انها من داخلها، وبقدر لازم اشوف الاشعه مع فحص الركبه. في الثلاث تفاصيل دول، وبعد ما افحص الركبه واشوف الاشعه ونحكم من صوره الدم، بناخد قرار ان انت عندك خشونه من الدرجه الاولى، عندك خشونه من الدرجه الثانيه، يبقى احنا هنعمل احدث حاجه واحسن حاجه هتفيدك، وهي دي الجديد، وهي دي الامان، وهي دي السيف بنسبه 100%، سيف بنسبه 100%، مفيش اي حاجه وحشه والعياذ بالله ولا لها اي اعراض جانبيه خالص. يعني انا اقدر اقول لك مثلا واحد هياخد حقن عضل مسكن ليها اعراض، ليها اعراض جانبيه، انما البلازما اللي من جسمك ملهاش اي اعراض جانبيه. صحيح. خدنا القرار
ببساطة جدا ندخل الغرفة، غرفة الحقن، تاخد عين الدم منك ببساطة خالص زي بياخد واحد بياخد تحليل دم، تبقى كبيرة شوية عشان احنا هنعوز كمية كبيرة، لأن الركبة محتاجة بلازما كتير. صح. ونفصلها بالأنابيب المخصوصة في الجهاز قدامك، وبعد كده بناخد نعقم الركبة كويس وبنرش بنج خارجي كمان على الجلد، ونعمل بنج في الجلد نفسه عشان ما تحسش بدخلة الإبرة الكبيرة سنة، وندخل نحقن البلازما بعد ما نكون معقمين كويس جدا وكل حاجة متعقمة وسرنجات قدام عينيك وبنسحبها قدام عينيك ونحقن جوه الركبة. الحقن داخل الركبة ما بيوجعش خالص، ما فيش أي ألم، ونحرك ركبتنا ونبدأ نتحرك نمشي نخرج. ناس كتير جدا بتبقى قاعده تحقن، او جده او مامتي او حد، ومعاه اهلها، معاه بنتها او معاه حفيدها او معاه جوزها، الموضوع بسيط وما فيش اي قلق خالص. نقوم نمشي ويقوم يمشي، يعني مش عمليه خالص. أيوه. يقوم يمشي وما بيحسش بوجع، وعمر الحمد لله 400. دايما بعض الناس عندي في العياده وفي اوضه الحقن جنب اوضه الكشف يقول لي إيه في وجع، في الم، اقول له في قبلك حد حقن وخرج، سمعت حد عمل صوت، سمعت حد جرى حاجه، يقول لي اقول له الحمد لله ده بيؤكد ان مفيش اي ألم، ما تخافش، وبيدخل يحقن ويمشي عادي خالص. ما بعد الحقن في تعليمات لازم التزم بيها، ان هو لازم هيحرك ركبته، نعمل كمادات تلج 48 ساعه علشان بنعتبر ان الحقن ده كان واحد خبط خبطه خفيفه في ركبته، فمش عايزه تورم، مش عايزه تضايقه. الكمادات التلج لو حتى حس بتاثير البنج راح ان في الم خفيف، كمادات التلج بتضيع الاحساس ده. في اليوم الثالث يبدا يعمل كمادات دافيه الصبح وبالليل، ويحرك رجله كويس جدا، ويدينها اي نوع من مراهم المساج او اي نوع من مراهم ضد الوجع خفيف، يبدا يعيش حياته جدا. في خلال بكتير اسبوع 5 ايام يبدا يحس برده فعل، ركبته تبدا تلين، لان هو بنسبه كبيره بيبقى خشونته متقدمه، بيبقى فيه حركه مش مريحه، الصوت يبدا يقل، يبدا يحس برده فعل في خلال اسبوعين، ومن خلال اسبوعين نبدا نقول له تعال عشان اشوفك. كنت مستغرب جدا يوم ما كانت جايه لي، كانت زعلانه ومتضايقه ومتعصبه مش قادره تقعد، وعايزة والحقوني وتوجعاني، وهي كانت شافت تجارب كتير وحاولت كتير مع ناس كتير، وكانت حاسة ان الدنيا وحشة. احنا عملنا البلازما، انا ما عملتش حاجة غريبة، خدت عين الدم، فصلنا، حقنا، التزم بالتعليمات. من الناس النهاردة اللي عارفة وحست بايه التغيير اللي حاصل هي امال محمود محجوب. كنت بعيني برجلي جامد قوي 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 بخشونه وبطقطقه جامده قوي. انا تعالجت بقالي سنه طبعا مستشفيات، والدنيا علاج، والدنيا مرهم ما جابش نتيجه، وجابوا لي برشام برده ما جابش نتيجه. لما سمعت عند الدكتور طبعا دكتور سامي انديل في قلب التلفزيون، قلت اتكل على الله، وجيت بصراحه خدت حقن في رجلي وعملت بلازما. بعد التعليمات اللي انا عملتها، الرياضه، وخدت ميه، شربت ميه، وعملت مكمدات ميه ساقعه وتلج وميه سخنه، اليوم الرابع الحمد لله بعد 3 اسابيع ان انا بدات ان انا انزل على السلم وبقيت اروح السوق. يا ريت الناس ان هي بتتعيني برجليها، يا ريت ان هي تيجي، اقسم برب العزه انا شفيت وبقيت الحمد لله تمام جدا جدا. والدكتور فعلا ان ربنا بعته سبب لينا ان يعالجنا بعد ربنا سبحانه وتعالى. انت كنت جايه تشتكي من ركبي؟ وانا شفتها قلت لك ركبك دي هتغلبني شويه، هتعوز كورس. صح. صح بالظبط كده، الخشونه مش مرض خطي، واحنا متفقين على كده. طيب. البلازما الحمد لله رب العالمين هي الحل دلوقتي. هي دلوقتي الجديد، الكلام الجديد. كان زمان المريض يقعد ياخد في الكورتيزون، يقول لك تغير المفصل ومسكنات تاذي المعده والكلى، وفي الاخر يقولوا له اعمل تغيير مفصل. لا احنا بفضل الله، وانت شفتي ناس من تعبها بسم الله ما شاء الله. الست اللي هي من بورسعيد معايا بتقول لي والمصحف انا اتحسنت، كانوا جايبين على النباته عاديه المشايه. انت ان شاء الله باذن الله هتستفادي، وقدامنا كرسي هنخلص وتلاقي نفسك كويسه جدا. بس ساعديني في بقى. قول الضيط شرب ميه كتير، شرب ميه، ونروح على ده ونضحك وننبسط. طيب لما بتيجي تسمع معاناه المرضى على اختلاف اعمارهم واختلاف ظروفهم واختلاف حالتهم الصحيه، بتجد ان هم كلهم مساكين، كلهم كبر بهم السن، الابن او الابنه البار فيهم بيصرف له روشته كل شهر، الروشته دي لو بصينا على 90% من محتواها هنلاقيها مسكنات. الجسم بعد فتره بقى متشبع بالالتهابات. طب. وبالتالي بقى بيرفض اي دواء عشان يتفاعل معاه، لذلك بتلاقي الست بقى جايه معاها كيس قد كده وتقول لك والله باخد الكيس ده كله وبرضه ما بتحسنش. ما شاء الله بتلاقي فاتحه لك شنطه فيها كميه ادويه، لو قعدت تفرهم بعيدا عن هي ممكن تكون ربنا يعافي الجميع مريضه ضغط او سكر، تلاقي بقى حوالي مثلا 10 15 نوع كلها بتدور حوالين المسكنات وحاجات فعلا في الاخر هي مؤذيه للمعده والكبد.
وللكلى. المرضى المرضى الكلى كتير جدا منهم بسبب المسكنات. الفكره كمان ان انت من الدنيا بتتطور كل يوم يا استاذ احمد. يعني احنا من سنين كنا بنقول ان في علاج اسمه حقن البلازما لعلاج خشونه الركبتين. في حقن البلازما علشان نقدر نعالج مشاكل في الاربطه والاوتار والعضلات. النهارده انت الحمد لله رب العالمين كل يوم في جديد. كل يوم انت النهارده بتحط وبتوصل بروتوكولات كامله. انت عارف ان انت عامل بروتوكول كامل انك انت تستوعب اي درجه من الخشونه. حتى المريض اللي اتوصف له مفصل وظروفه مش هتسمح بالمفصل او حتى المفصل هيفشل معاه, انك انت في البروتوكول بتاعك تفهم المريض ان المفصل ده هيعمل معاك ايه ونتائجه ايه. ده عندي انا ده نجاح. ان المريض بيبقى سمع من كذا حد انه هيعمل مفصل, ولكن هل المفصل ده هينجح معاك؟ هل المفصل ده هيتناسب معاك؟ لو كده هنتكلم فيه. البروتوكول ما بيقفش عند فكره ان انا بس بعالج درجه خشونه, لا ده احنا في طرق ان احنا بننشط, في طرق ان احنا بنستوعب المريض. لا ممكن يحصل له مثلا في فتره محتاج جرعه كمان بعد فتره لازم تتابعه باشعاعات. في مرضى بيبقى محتاج ان انت تعمل له كورس متكامل ورا بعضيه كل اسبوعين كل اسبوعين. في مريض بتعمل له اسبوعين وترجعه يعمل اشعاعات ويجي لك بعد شهر. التفاصيل البسيطه دي وان كل مريض عن التاني ليها بروتوكول كبير جدا بيحتوي بفريق متكامل, في ناس مساعدين ليك, في الحمد لله بقى في سيستم وفي نظام ماشي دلوقتي. ربنا يا رب يجعلنا ان شاء الله كل مجهوداتك بنجاح. البروتوكول العلاجي فيما بعد الحقن, يعني حضرتك خلصت مهمتك في الحقن, العلاج اللي بيكتبه لك بيحتوي على حاجه بتبني الغضاريف بتكمل العمل, وحاجه بتخسسك عشان لو عندك زياده في الوزن, وحاجه بتديك فيتامين دي ومغنيسيوم وكالسيوم عشان خاطر الناس اللي عندها هشاشه في العظم, ومسكن عباره عن دهان. الدهان ده احد الحاجات اللي مكونه للعلاج. اللي انا بستغرب جدا ان بلاقي الشاشات بيتعرض عليها انه الكريم ده هيعالج الخشونه. يا رب يعالج الخشونه ازاي؟ ازاي كريم موضعي هيخش يعالج حاجه اتاكلت؟ يعني خلي الناس يبقى عندها شويه عقل وهي بتسمع لهذه الاعلانات المشبوهه. انا بعتبرها مشبوهه لانه مستحيل اي حاجه موضوعيه تتحط من بره هتسند. ده ممكن يكون عامل مساعد فيما بعد, وده اللي الدكتور سامي عمله ان هو ما سابش ثغره للمريض الا لما حط ايده عليها علشان يكمل الناس شفاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. دكتور كنت عايز اكلمك عن النقطه دي اللي انت بتفكر فيه دايما, اللي هو ماذا يحدث قبل المجيء. المريض جه, ايه اللي مطلوب منه في العياده, وايه اللي انت بتعمله معاه, ماذا بعد الحقن؟ والله دايما انا اقول ان قبل المريض ما بيجي لازم المريض يبقى عارف هو عنده ايه. دي النقطه مهمه جدا جدا. ويبقى بيبقى مر وراح ودكاتره كتير وكشف وسال, فهو بنسبه 85% او 90% الناس تبقى عارفه ان دي خشونه. طب انت عندك خشونه, يبقى لازم علشان انا اقدر اتعامل معاك لازم تبقى عارف ان انا لازم احدد درجه الخشونه دي. الكلام ده مهم جدا علشان على اساسها احط البروتوكول. لنفترض واحد خشونته درجه تانية وفي حد تاني خشونته درجه رابعه, ده غير ده البروتوكول بتاعه يبقى مختلف شويه, في اضافات, في طريقه توصيه في الادويه. المريض لازم يبقى عارف ان هو مهم قوي ان يبقى معاه كل حاجه لها مرتبطه بمثلا خشونه الركبتين. يبقى على الاقل لازم يبقى معاه اشعه عاديه, اشعه عاديه هو واقف. انا الرنين هحتاجه لو المريض عنده مشكله في الاربطه, عنده تاكل في اربطه او الغضروف الهلالي او قطع في الرباط الصليبي. أيوة. وله شغل وله طريقته. في حاجات بتبقى حاجات قطع جزئي وبيتحقن الحمد لله رب العالمين, ومش انا اللي بقول بس, العالم كله بيتحقن بلازما وبيتحقن عوامل نمو وبيتحقن دهون بطن وبتجيب نتائج كويسه جدا جدا. انا النهارده البروتوكول هبدا احطه للمريض بعد ما جاي لي معايا الاشعه, اشوف تحاليله, اشوف اشعات, افحصه. لازم المريض بساله اسئله, لازم يبقى عارف المريض ده انت عندك ضغط, عندك سكر, وزنك, الثلاث اسئله دول مرتبطين ببعض, وسنه. اربع اسئله, يعني لدرجه ان الستات دايما نقعد بلطافه شويه, معلش السؤال المزعج شويه, سنك يا ست الكل, وبعد كده الوزن. السؤالين دول بيبقوا مع الستات بايخين شويه. انما ده اساس في الشغل. ما ينفعش انا احط خطه بروتوكول وعلاج لخشونه ركبتين اللي معذبه الناس. بالمناسبه اطباء الجراحه, جراحه العظام, فعلا ملوا من موضوع الخشونه, وهم ما بقاش عندهم غير ان يدي المريض كورتيزون ومسكنات يوصلوا المفصل. ايوه صح, هو المشرط كده, هو المشرط في دماغه. الفكره مش كده, لا, الدنيا اتغيرت والعالم كله بيتكلم في الطب التجديدي. فانا هحدد البروتوكول على اساس انت تحليلك ازاي, كشفك ازاي, تفاصيل بتاخد علاجات. في مرضى روماتويد, مريض الروماتويد ده بيعمل لي مشاكل تانية, لازم احطه في بالي. الموضوع مش كده, تعال احط لك بلازم, رغم ان البلازم امنه يا استاذ احمد واحدث حاجه في التعامل مع الخشونه, حاجه من جسمك وامنه وفي نفس الوقت
احنا ما بنسكتش عليها، لا ده في عوامل مساعده ليها، في منشطات، في مغذيات، في حاجات ممكن المريض يبقى محتاج جزء قليل. كنسلته كامل على هذه المشكله. فانا بعد ما المريض يجي لي بالاشعاعات اللي معاه وبيعاه صوره دم، عشان انا هعتمد على دم المريض، لازم اعرف هيموجلوبينه قد ايه، عدد الصفائح اللي عنده قد ايه، في حاجات لا قدر الله في مشاكل في السيوله او في اي حاجه، فالمريض مش تعالى خد بلازمه ويمشي، لا. والمهم جدا انك انت تقعد مع المريض وتعرفه عندك ايه ومحتاج ايه. كان عندي خشونه في ركبي ولفيت جميع الدكاتره اللي كنت اسمع عنها، والحمد لله ما كانش في واحد عمل معايا اي حاجه بعد ما دخت ولفيت وعملت المستحيل. واخيرا سمعت عن الدكتور سامي انديل في القاهره، فرحت له بسم الله ما شاء الله، مجرد ما عمل لي البلازما الحمد لله الحمد لله الحمد لله على ايده بعد ربنا بعد ربنا، والحمد لله انا بقيت 100 100 والحمد لله. وجبت له زوجتي كمان عشان يعالجها من ركبها وعندها خشونه برضه. حاج محمد لما جه للدكتور سامي انديل بصراحه انا ما كنتش بثق في اي دكتور بصراحة، كان يقول لي أنا هروح أكشف عند الدكتور ده عشان ركبي وعشان رجلي، أقول له يا حاج اقعد، هو أنت كل ما تشوف حاجة في التلفزيون تروح وما بتطيبش بس بهدلت، ده كبر سن وبتاع، يقول لي قال لي لا صراحة أنا هروح للدكتور ده، أنا سامع عنه في التلفزيون إنه كويس ومحترم وبتاع، فأنا هروح له أجرب بقى المرات. صراحة ما جه له أول مرة جه يقول أنا الحمد لله أنا ارتحت، تاني مرة جه يقول أنا ارتحت. انا هاخدك اوديك له، قلت له بصراحه الدكتور سامي انا بشوفه في التلفزيون، هو الاستاذ احمد الشاعر بصراحه ادب ومحترم وما اعرفش يعني دخل قلبي يعني خالص بصراحه، قلت له وديني له يا حاج يمكن اطيب انا رخله زيك كده وابقى كويسه اقدر اشيل نفسي ولا حاجه، قال لي ماشي يا حاج هوديك له. وجيت للدكتور سامي ونعمل ادب ونعمل ذوق ونعمل تربيه صراحة يعني ما فيش بعد كده أبدا. أنا كنت أصلا جاي ما بقدرش أفرد رجلي. تفضل سبحان الله. والالتهاب فيها شديد جدا. الله أكبر. واخد بال حضرتك وبناء عليه ادتني حقنة بلازما. تمام. بالمناسبة بس البلازما دي إحنا خدنا منك عين الدم. خدت عين الدم. وفصلت في الأوضة جنبنا في المعمع اختبر وحالتها لك فضلة بينج موضع. الحال بيوجع؟ لا الحمد لله ما فيش اي مهدوله في شكه الابره عادي الحمد لله. وبناء عليه جيت الجلسه انت حضرتك كررت لي ان انا ليا جلسه ثانيه عملنا لنا المساعد الدكتور ابو المجد عمل لي الجلسه الثانيه والنهارده بعد النهارده جاي اعمل متابعه ان شاء الله. وبناء عليه جهاز الاكسجين انت قلت لي حضرتك بعد اسبوعين ان شاء الله بعد اسبوعين. الله اكبر. طيب كان في حاجه انت عايز تقولها انك انت بتمشي كنت بتمشي بعكاز. جاي من غير عكاز النهارده؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. في اهم المشكلات اللي ممكن تواجه الناس في العمود الفقري وازاي بيتم علاجها بدون تدخل جراحيه. تمام. شوفوا العمود الفقري يعني في ثلاث اماكن حدوث الفقرات لانه وارد الم فيها، الم العمود الفقري منطقه العنق الرقبه او المنطقه القطنيه مع المنطقه العجزيه. دول اشهر حتتين ممكن يبقى فيهم الام كتير جدا جدا. الفقرات في المنطقه الصدريه ثابته قوي ما بتتحركش كتير في الالتهابات فيها او الانزلاقات فيها نادره شويه، ولكن وارد تحصل من حادث اي حاجه تاكل طبيعي لاي سبب، انما اشهرهم في الرقبه وفي الظهر. الرقبه انا ما بخافش منها قوي لان احنا مبدئيا يعني الرقبه شايله الراس فالتقل والمشاكل عليها مش كتير. ثانيا لما بيبقى في انزلاقه ظروفي لا قدر الله وعامل الام في الدراعين انا ما بمشيش على دراعاتي ولكن بعرف اتصرف بسرعه معاها. غضروف الرقبه اخطر وانا دايما اقول ما تجريش على عمليه انزلاق الغضروف في الرقبه طول الحمد لله رب العالمين مش عامل لك مشاكل اعراض الوحش. دايما كلمه الاعراض الوحش انا ما بحبش اقول اعراض الشلل. ليه؟ لان هي دي عمليه خطر جدا والمريض قبل ما يدخل اوضه العمليات لازم يمضي على اقرار ان هو وارد يطلع برغم انه داخل بيتوجع وما عندوش اعراض شلل. خلي بالك بقى من النقطه دي، هو داخل مشكلته رقبته وجعاه جدا واثر على دراعاته وايديه بتنمل والام في رقبته مضايقاه جدا بقاله سنين وراح لكل الدكاتره ومفيش حل غير ان هو اقتنع مع الجراح. وانا لا ازمن في الجراح ولا اشكك في جراحه ولكن هو اقتنع وخلاص ان ده الحل او العلاج بالمشرط. تخيل بقى الجراح بيمضيه او المستشفى او المكان بيمضيه على ايه؟ لازم يمضي اقرار ويمضيه بايده ان هو وارد يطلع من اوضه العمليات بشلل رباعي. ده مش حاجه مرعبه شويه؟ طبعا ده لازم. ولو ما مضاش وحصلت مشكله لا قدر الله المريض
ما يعرفش ياخد حقه ازاي. طب انت مضيت وافقت على عمليه زي كده، خلاص بقى ده شيء قدر، لان العمليه دي خطر وفي قلق وفي حته دي، برغم ان عندنا محترفين وبروفيشنالز جدا جدا ما شاء الله في العمليه دي، ولكن كل شيء قادر. يعني ما انت ما عندكش محترفين طيارات، ناس طيارين على اعلى مستوى بيطلع بطياره وينزل ملايين المرات كل يوم، ولكن وارد ان ممكن يحصل مشكله. لما يبقى المريض محتاجها انت لازم تشيل الريسك كله، تشيل المسؤوليه ان هو فعلا المريض بدا الغضروف يجي على النخاع الشوكي في منطقه العنق وبالذات ما بين الخمسه والسته، الفقره الخمسه والسته او السته والسبعه، وبدا يدخل المريض في اعراض شلل. طب انا كده كده خلاص المريض داخل في اعراض شلل يبقى لازم جراحه. ده جزء جدا مهم جدا جدا. يبقى مش كل حد يشتكي يقول رقبته بتوجعه او حاصل فيها تشنجات او في الام في كتفه او نازل على دراعاته او حاصل بتنميل في ايديه او الم مش قادر كل ما يمسك الموبايل او حاجه تنمل، مش يجري على الجراحه. ليه؟ لان الموضوع له تفاصيل كتير جدا جدا. لا علاجات سهله جدا جدا. الست دي كانت من 5 سنين بتشتكي ان ظهرها بيوجعها، كانت بتروح وتيجي وكل حاجه، تمشي مشوار تتوجع، بتقف فتره تتوجع، انما كانت زي الفل وبتتنطط زي الكره الجلد زي ما بنقول، وبتمشي وتروح وتيجي. اللي انا بقوله ان دايما ان الم الظهر نقدر نتعامل معاه، والعيان ده مش محتاج جراحه، مش بنعمل جراحه. هي للاسف يعني اشتكت ونصيبها ان هي عملت عمليه جراحيه، وللاسف النتيجه ما كانتش المرضيه. وده اللي انا بقوله يا جماعه، 95% من الام العمود الفقري مش محتاجه تدخل جراحي، وده مش معناه جراحه مش مهمه، لا جراحه مهمه لما يبقى المريض عنده مشاكل تحتاج لتدخل جراحي. عايزها بس تحكي هي كانت بتحس بايه قبل العمليه وكانت ايه مشاكلها. الحمد لله ما كانش مشاكل لا في المشي ولا في عدم تحكم بول ولا نصوت في الادم، كان كلها وجع في ظهرها زي ما اي كلنا بظهرنا بيوجع. للاسف عملت العمليه، نشوف النتيجه ونسمع منها. عملت العمليه، ما قال لي انا عامل لك تثبيت، وبعدها طلعت بعدها ب 10 15 يوم شهر مشيت في الشارع ما قدرتش نفس الالم واصعب. لما جيت يعملوها لي تاني قلت لهم انا مش قادر. نزلت البحيره عندنا حوش عيسي نعمل العمليه، ابن عمي عملها لي على نفقه الدوله. دخلت المستشفى قعدت في المستشفى 3 شهور، كل ما يحددوا لي العمليه يقولوا لي الجهاز عطلان، كل ما يحددوا لي العمليه يقولوا الجهاز عطلان. عملت العمليه وطلعت، كنت داخله على رجلية طلعت على ظهري ما بنمشيش، رجلية الاثنين ما بيمشوش. قال لي حطيت لك شرايح ومسامير وعمودين ودعامات، انا ما بنمشيش. اصبحت النهارده كنت بنعمل حمام طبيعي وبنعمل بول طبيعي، بنعمل حمام بالحز وما بينزلش، ولابسه بنبز ليا 2 سنين. ودلوقتي كل ما نروح لدكتور في مصر وفي اسكندريه وفي طنطا عملت 250 جلسه، وكل ما نروح لدكتور يقول لي لازم تعملي العمليه، عندي قرص لا بنيمني ليل ولا نهار، ما بنمشيش، رجليا الاثنين ما بيمشوش. قال لي حطيت لك شرايح ومسامير وعمودين ودعامات، انا ما بنمشيش. اصبحت النهارده كنت بنعمل حمام طبيعي وبنعمل بول طبيعي، بنعمل حمام بالحز وما بينزلش، ولابسه بنبز ليا 2 سنين. عملت 250 جلسه، وكل ما نروح لدكتور يقول لي لازم تعملي العمليه، عندي قرص لا بنيمني ليل ولا نهار. وانا بننصح كل واحد ما يلعبش في ظهره ولا يروح يعمل عمليات، يتعالج ويتحمل الألم وما يعملش عمليات. لأن الدكاترة النهاردة أول ما تروح يقول لك اعمل عملية اعمل عملية، هو قال لي ما تعملي، يا ريتك ما عملت العملية وما كنتش تعملي عملية، أنا هنديك كورس علاج تمشي. الحمد لله رب العالمين، بعد خبرات 5 6 سنين والحمد لله بالبلازما وكل حاجة جديدة بقى لها علاج، وبقى علاجها مضمون والنتائج هي اللي بتحكم. الاول المريض في سن ممكن نكون في سن 30 او في سن بدايه الاربعينات يبدا يقول لك انا ركبتي بتوجعني لما بطلع السلم، او صحيت من النوم لقيتها سخنه او ورمت شويه. التفاصيل دي مع ان هو كان بيعمل مجهوده العادي او بيصلي او بيروح في اي حته وما بيحسش انه عنده ركبه، طول ما الانسان ركبته بتوجعوش او فيهاش مشاكل فمش فاكر ان عنده ركبه. صح. اول ما يبدا فيها حاجه يبدا يفتكر ويقول ان ركبتي بدأت أحس إن هي بتوجعني. دي بتبقى بنسبة كبيرة جدا جدا بداية أعراض الخشونة، اللي هي إيه؟ إن الجدار والغضروف اللي عامل طاقية ومخبي العظمة عشان ما تحكش في العظمة اللي زيها
يبدا يحصل فيه تاكل خفيف نتيجه اسباب كتير جدا جدا. ودايما بنقول اسبابها اربع اسباب رئيسيه: تقدم السن، السكر والضغط والعياذ بالله، زياده الوزن. لو الاربع الاسباب دول تجمعوا هيبقى بدايه حدوث الخشونه. المريض اول ما يشتكي هيقول لك انا بتضايق من طلوع السلم، او انا مش قادر اصلي كويس. كده على طول المفروض نبدا نتعامل معاه، نتعامل معاه بالطريقه الصح، ان انا اطلب له اشعه واشوف شكل الركبه عامل ازاي، وابدا اعمل اكسكلوجن او استبعد الاسباب الاخرى لحدوث اي حاجه غلط في الركبه. يكون عنده لا قدر الله اي خبطات، اي حصل حوادث او اصابات، يعني حادث اصابه، الحاجات اللي هي ممكن تحصل عرضه، او يكون عنده والعياذ بالله اورام او اي شيء. طول ما فيش اي حاجه من الحاجات دي، لا اتصاب ولا وقع ولا اتجزع ولا كده، القطاع الكبير من الناس ان هي خشونه. فدي كده بدايه حدوث خشونه. نبدا بدري ندي ضد الالتهاب، وندي حاجه تقلل التورم اللي في الركبه، ونبص عليها بعد اسبوعين بكتير شهر من الشكل اللي هو بدأ يشتكي منه ده. لو حسيت ان الفراغ او السبيس اللي هو ما بين العظمتين بدأ شكله يتغير او يقل سنة، فانا كده جزمت ان هو دخل في مرحلة خشونة درجة اولى. المرحلة دي ما بتخوفش ابدا، المرحلة دي سهل التعامل معاها. المرحلة دي احنا بندور على الناس بتوعها، الحق نفسك وارجع لدرجة صفر. بدأت الناس، حد شخصك ودكتور شافك وبعد ما اتفق خد معاك ضد الالتهاب والدنيا موجوده، ولكن بتحس ان هي بتعمل صوت او بتضايقك وانت طالع السلم، او بتعمل خبطه، او حاسس ان في طرقعه في ركبتي، او انا ركبتي ما بقفلهاش وبفردها بسهوله، كل دي بقى اصبحت انت درجه خشونه اولى. درجه خشونه اولى، درجه خشونه ثانيه، ثالثه كمان، التعامل معاها سهل جدا. ما تسيبش نفسك لدرجة خشونة رابعة وتقوس في الركبة وحاجات بتتغلبنا عشان نبدأ ناخد معاه نتيجة. ما تعتمدش على المسكن اللي هيضيع لك الوجع المؤقت، وتلاقي نفسك دخلت في مشاكل في المعدة وفي الكلى رهيبة. وإحنا بنشوف الموضوع ده ليل ونهار. أنا عملت حلقة مع حضرتك مرة عن أضرار المسكنات، صحيح، وقد إيه هي خطر. طب خلينا نقف هنا سريعا عشان خاطر يعني الناس بقى تحافظ على كلامنا بفضل الله. يعني احنا الحمد لله بينا يعني الحمد لله حققنا مريض على الهوا، ودي عمرها ما حصلت أصلا في أي في أي مكان. نعملها تاني إن شاء الله على الهوا، إن شاء الله نعملها تاني بإذن الله. عاوز أروح معاك سريعا، زمان كنا بنحصل إيه، والناس اللي لقى عليهم فترة طويلة إن هو ما كانش لسه لم تكتشف البلازما، وبالتالي ما كانش عندهم خيار غير المسكنات والكورتيزون. عاوز أقف على خطورة المسكنات والكورتيزون قبل ما أروح لأول تقرير نجاح معانا. تمام. كان المريض الاول يبدا ياخد المسكن من الدكتور، يستريح، ينبسط، يلاقي نفسه مشي بيها اسبوع خمس ايام وبدات توجع تاني، فمن نفسه بقى يبدا ياخد المسكن. والمسكنات دي كلها لها اضرار عاليه جدا، بتوصل بالمريض والعياذ بالله لفشل كلوي. ليه؟ لانه هو النهارده خد قرص، بعد ما توجعه تاني خد نفس القرص، لا النتيجه مش حلوه، الوجع ما قلش قوي، يبدا يخلوه قرصين، والقرصين يبقوا اربعه، يبدا يتعتمد عليها كليا. والتاكل بيحصل، ما بينعليكش حاجه، احنا في الفتره دي بنمنع الوجع، بنقول للمخ ما تحسش، ولكن التاكل شغال والركبه بتتدهور يوم عن التاني. كان زمان اللي في ايدين الدكاتره وكانت الدنيا ان هو ينصح المريض: نزل وزنك شويه، اشرب ميه، او عضلات رجليك، حاول تعمل نوع من الرياضه. دي كانت تفاصيل كويسه، ولكن كان اطباء كتير جدا بيستسهل انه يحقن ضد الالتهاب اللي هو المشهور قوي الكورتيزون جوه الركبه، يضيع الالتهاب ويضيع الوجع لمده اسبوع، شهر، شهرين، ثم بقى يعمل تدهور. المريض بيفرح في الفتره دي الاولانيه، وبعد كده تحصل التدهور، لان الكورتيزون ده مش عيب فيه، ولكن ربنا خلقه ان هو يدوب الانسجه في اماكن معينه. للاسف ان دوبنا الحته دي في الركبه، يعني اكلنا الغضروف تماما. طيب. واصبح خطر جدا ان احنا نحقن كورتيزون. والله ما كنت مصدق ان انا ابقى كده، والله ما بكذب، والله وحياة النبي اللي زرته انا ما كنتش مصدق انها هيحصل لي كده. انا ما لحقتش اقول حاجه، انا خدت مني الكاميرا خلاص. انا بس عايز اقول للناس ان انت حاجه اكيد ابو بورسعيد. ايوه بورسعيد. من اسبوعين ولا من ثلاث اسابيع؟ جايه ثلاث اسابيع. من ثلاث اسابيع. ما كنتش عايز اجي كمان. جايه اللهم احفظنا بالمشايه. ما كنتش عايز اجي، ما اكذبش عليك يا دكتور، والله ما كنت عايز اجي. لقيت يا ابني بتحتي. حسيت في امل. والله. لا لو لقيت امل. لو لازم تروح، لازم تروح. احنا والله جايبين لي غصب عني بالله العظيم. انا لان ايدي والسلام بالسلام ما بقتش عارف انام. وراها بخش الحمام. لو جاي على مشايه بالمشايه، الواد جاي ماشيه بالمشايه الصغيره وبمشي لوحدي كمان. ما كنتش عارف اتحرك ولا اروح حمام ولا اعمل اي حاجه. كنت يعني اعمل الحمام على سرير انا نايمه. وربنا الحمد لله كرمنا على يد الراجل دي. بفضل ربنا والدكتور سامي.
قطعني بلاد ما مشيت من عنده من مصر اللي راح على كل عجل راح على مشاي والله والله وأحق لي من لازمه مريض ياخذ مني لا قرش ولا كثير والله الملك الحمد الحمد الشكر لي ولله عم طه وعم علي وعملنا لهم الحمد لله عم طه حاجه خشونه كده على خفيف عملناها له وعملنا له مغذي وان شاء الله هتبقى زي الفل ان شاء الله هو واقف جنبه بعد ما حقنا انا متفائل بيك خلي بالك والله واقف اهو بعد ما حقنا والراجل الطيب ده بقى عنده شويه حركات كده وحاجات كانت الحمد لله عمل عمليات وحاجات بس بفضل الله ربنا وفقنا النهارده عشان عنده كان شويه مشاكل في رقبته حقنا له حقن جذور اعصاب في رقبته وفي ظهره وباذن الله هيتحسن جدا قلت اجرب لان انا كنت عامل عمليه في رقبتي في وسيان خلف شوكي وكنت بتالم وتعبان جدا قلت اجرب التجربه مش هخسر حاجه وربنا كرمني حجزت في مستشفى سيدي بشر المالكي وجيت للدكتور سامي وكشف عليا شاب الحاله وطبعا لما شاف الحاله قال لي في حال بلازما قلت له دكتور طب رقبه البلازما نجربها قال لي لا ان شاء الله تبقى كويس قال لي في رقبتي وفي ظهري وبعدين ما حسيتش بحاجه كانها شكه ابره وربنا يبارك له والتيم اللي معاه واستر معايا يا رب وطبعا قلت لزميلي اخويا علي موضوع الدكتور سامي كده وشجعنا بعض وقلنا نعمل التجربه مش هنخسر حاجه وربنا كرمنا وخدمه حلوه في المستشفى وناس قالوا لنا مقابله حلوه وانصح اي حد شايف نفسه تعبان يجي من الاخر يجي عند الدكتور سامي وان شاء الله دكتور سامي هيريح ايا كان بقى رقبته وظهره ودراعه والشفاء والله طبعا احنا بنعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا انا وزميلي طه اتصل بيا اتصل بيا وقال لي تعالى دكتور جاي كنا هنروح له مصر وقال لك في الدقي وفي الحته الفلانيه وليه ثلاث عيادات فقلت بقى لازم اسكندريه احسن عجزنا بقى لنا حوالي شهر لحد ما جه وخدنا الابر والحمد لله وانا باخد الابر قال لي دعاء قران ان انا اقراه وانا باخد الابرتين وانا واخد قبل كده ست ابر عند دكتور هنا في اسكندريه بس برضه الخشونه لسه زي ما هي فانا وانا باخد الابره الحمد لله حسيت ان انا يعني هتبقى معايا تمام ومية مية خدت ابره هنا في رجليا ديت اليمين والرجل الشمال والحمد لله والراجل صراحه فوق القمه وعمل معايا كمان واجب كمان في المعامله بتاعت الفلوس كمان يعني دي حاجه ما حدش قالها يعني هو كان طالب مننا مبلغ قد كده والمستشفى طالبه قد كده اعطانا باقل من المبلغ اللي احنا كنا واخدينه وربنا يسهلوا الحال وربنا يشفي الجميع واي حد فعلا تعبان هو الراجل اللي اعتبر اول ما كلمني قال لي بسم الله الرحمن الرحيم قول كذا كذا بيتكرر ولا منه دعاء ورحت قايله والحمد لله خدت الابرتين والميه بقت ان شاء الله مهم جدا وحضرتك دايما يعني بتبقى مصر ان لازم صوره الدم تبقى موجوده في ايد المريض تمام. ولو الدكتور ولو المريض ما عاش صوره الدم لازم تبعته لاقرب معمل اي يتصرف أيوة في اي معمل قريب عشان يعمل صوره الدم استاذ احمد احنا بنتكلم بقالي اكتر من 5-6 سنين انا بتكلم على ان انا بعتمد على الدم بتاعك عشان اخد منه عينه الدم واطلع منها البلازما اللي فيها عوامل النمو اللي هتعيد بناء الغضروف الكلام ده مهم جدا والكلام ده امن جدا فازاي برغم كل ده ان انا مش هبقى هقول له صوره الدم بتاعتك فلازم المريض يبقى معاه اشعته لازم المريض يبقى معاه صوره الدم لازم المريض يقول تاريخ المرضي بتاعه انا ممكن اخد وقت منه وبعض الناس تتعطل وبعض الناس تململ شويه من ده ولكن حق المريض ان يحكي ايه اللي حصل لان في وسط الكلام ممكن يقول لي مثلا في الوسط كده انا حقنت طب حقنت ايه لما بقعد تفاصيل صغيره اوصل ان هو ممكن يكون بيبقى حقن كورتيزون فبتبقى صدمه بصراحه بتبقى صدمه وحاجه مزعجه وتلاقي المنظر مختلف بقى تلاقي التفاصيل بدات تاخد منحى ومش عاجبني انما في الاخر انت هتبقى عارف ان انت هتحقن الحاجه اللي هتفيدك حاجه من جسمك الموضوع بيعتمد على البلازما في بروتوكول بيتحط وفي تفاصيل هنضيفها وفي بعض العيانين ممكن يحتاج جلسة والدنيا تمشي معاه كويس جدا مش محتاج غير مرة واحدة لأنه خشونته بسيطة وده بشوفه كتير جدا وفي ناس ممكن تحتاج مرة واثنين ممكن يحتاج في الوسط مغذي أو منشط في ما بين البلازما والأكسجين النشط مهم جدا جدا في التعاملات المريض ممكن يبقى عارف ان هو في خلال البروتوكول ده التحسن هيمشي بالطريقه الفلانيه لانه بيبدا يحس من اول مره تيجي تقول لك
واقول له ركبتك اليمين دي نتيجتها هتبقى احسن من دي شويه، ليه؟ نتيجه درجه خشونه مختلفه المريض للمريض. فالبروتوكول البروتوكول كبير وتقدر بشرحه للمريض ساعه بيبقى جاي يكشف. في تفاصيل كتير جايه، في خلايا جذعيه جايه، في دهون البطن هنستخدمها فيما بعد، ولكن دي لسه تكاليف الحصول عليها مكلفه قوي ولسه يعني هتاخد وقت شويه. انما البلازما هي اللي بتدي النتائج الهائله والمريض بيحس بالفرق لانها امنه جدا ومن جسمك. يكفي يكفي ان هي اللي بتعيد بناء العظم، هي اللي بتعيد بناء الغضروف، فالمريض بيحس بالفرق من الجلسه الاولانيه، وساعات من الجلسه الثانيه تلاقي الدنيا بدات تتحسن. شايفه اول زياره كان تعبان وزهقان. انا بس بقول للناس شوف الراجل ده هيقول ايه. الراجل ده وشه سمح وراجل قلبه ابيض وبيقول اللي على الحقيقه، وربنا هيشهد على هذا الكلام. انا عايزك يا محمد تفهم الناس انت كان ايه مشكلتك، البساطه اللي انت فيها دلوقتي والراحه احكيها للناس وقول للناس انت حسيت بيه. الحمد لله رب العالمين، ربنا كده قول الكلمتين حبيبي، وصلي وسلم صلاه وتسليما على خالد بقاء الانبياء وامام المرسلين. اولا نهايه الخير، انا راجل اصعب من باب رسول الله، واقول كلمتين اسال عنهم بين يدي الله يوم السحاب. دكتور سامي انديل راجل ما تكررش، لا ازكيه على الله احسبه على خير والله حسيبه، ما تكررش. انا راجل عندي حوالي 70 سنه ما شفتش في حياتي ان الراجل ده اتكرر، وان شاء الله ده على ربنا عنده الكتير وربنا عنده الخير لغايه يوم القيامه. ولكن الراجل ده ما فيش منه اتنين الحقيقه، وعنده ضمير وعنده التزام وتقوى وقرب من الله جل في علاه. جيت له لما سمعت عنه، كنت باخد علاجات اعشاب وباخد علاج كيميائي وفقرات فقرات وعلاج طبيعي، وحاجات ما سبتش باب لما فتحته. ولكن لما سمعت عنه في على شاشه التلفزيون وقفت كل الحاجات دي وجيت له، هو رحت له مصر مين المنصورة، مع اني كنت ما اقدرش اروح من المنصورة لغايه حتى زندوق، رحت له لغايه مصر، ربنا اعني ورحت له لغايه مصر والحمد لله رب العالمين حقنت. والكلام ده من حوالي شهر تقريبا، انا النهارده عنده للمره الثانيه والحمد لله بقول هو امام الله، الله سميع بصير عليا انه انا الحمد لله النهارده غير ما كنت عنده من شهر، ومرتاح جدا وحصل في تحسن كبير جدا 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 في ظهري وفي ركبتي، وان شاء الله تعالى يعني سعيد ومرتاح نفسيا وعضويا. البروتوكول العلاجي فيما بعد الحقن، يعني حضرتك خلاص خلصت مهمتك في الحقن، العلاج اللي بيكتبه لك بيحتوي على حاجه بتبني الغضاريف بتكمل العمل، وحاجه بتخسسك عشان لو عندك زياده في الوزن، وحاجه بتديك فيتامين دي ومغنيسيوم وكالسيوم عشان خاطر الناس اللي عندها هشاشه في العظم، ومسكن عباره عن دهان. الدهان ده احد الحاجات اللي مكونه للعلاج. اللي انا بستغرب جدا ان بلاقي الشاشات بيتعرض عليها انه الكريم ده هيعالج الخشونه. يا رب يعالج الخشونه ازاي؟ ازاي كريم موضعي هيخش يعالج حاجه اتاكلت؟ يعني خلي الناس يبقى عندها شويه عقل وهي بتسمع لهذه الاعلانات المشبوهه، انا بعتبرها مشبوهه، لانه مستحيل اي حاجه موضوعيه تتحط من بره هتسند. ده ممكن يكون عامل مساعد فيما بعد، وده اللي يمكن دكتور سامي عمله، ان هو ما سابش ثغره للمريض الا لما حط ايده عليها علشان يكمل الناس شفاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. دكتور كنت عايز اكلمك عن النقطه دي اللي انت بتفكر فيه دايما، اللي هو ماذا يحدث قبل المجيء. المريض جه، ايه اللي مطلوب منه في العياده وايه اللي انت بتعمله معاه، ماذا بعد الحقن؟ والله دايما انا اقول ان قبل المريض ما بيجي لازم المريض يبقى عارف هو عنده ايه. دي النقطه مهمه جدا جدا، ويبقى بيبقى مر وراح ودكاتره كتير وكشف وسال، فهو بنسبه 85% او 90% الناس تبقى عارفه ان دي خشونه. طب انت عندك خشونه، يبقى لازم علشان انا اقدر اتعامل معاك لازم تبقى عارف ان انا لازم احدد درجه الخشونه دي. الكلام ده مهم جدا علشان على اساسها احط البروتوكول. لنفترض واحد خشونته درجه ثانيه وفي حد تاني خشونته درجه رابعه، ده غير ده البروتوكول بتاعه هيبقى مختلف شويه، في اضافات، في طريقه توصيه في الادويه. المريض لازم يبقى عارف ان هو مهم قوي ان يبقى معاه كل حاجه لها مرتبطه، مثلا خشونه ركبتين يبقى على الاقل لازم معاه اشعه عاديه، اشعه عاديه هو واقف،
انا الرنين هحتاجه لو المريض عنده مشكله في الاربطه، عنده تاكل في اربطه او الغضروف الهلالي او قطع في الرباط الصليبي. أيوة. وله شغله وله طريقته، في حاجات بتبقى حاجات قطع جزئي وبيتحقن الحمد لله رب العالمين، ومش انا اللي بقول بس، العالم كله بيتحقن بلازما وبيتحقن عوامل نمو وبيتحقن دهون بطن وبتجيب نتائج كويسه جدا جدا. انا النهارده البروتوكول هبدا احطه للمريض بعد ما جاي لي معايا الاشعه، اشوف تحاليله، اشوف اشعات، افحصه. لازم المريض وبساله اسئله، لازم يبقى عارف المريض ده انت عندك ضغط، عندك سكر، وزنك، الثلاث اسئله دول مرتبطين ببعض، وسنه. اربع اسئله يعني، لدرجه ان الستات دايما نقعد بلطافه شويه، معلش السؤال المزعج شويه، سنك يا ست الكل، وبعد كده الوزن. السؤالين دول بيبقوا مع الستات بايخين شويه. انما ده اساس في الشغل، ما ينفعش انا احط خطه بروتوكول وعلاج لخشونه ركبتين اللي معذبه الناس. بالمناسبه اطباء الجراحه، جراحه العظام، فعلا ملوا من موضوع الخشونه، وهم ما بقاش عندهم غير ان يدي المريض كورتيزون مسكنات يوصلوا المفصل. ايوه صح، هو المشرط كده، هو المشرط في دماغه. الفكره مش كده، لا، الدنيا اتغيرت والعالم كله بيتكلم في الطب التجديدي. أيوة. فانا هحدد البروتوكول على اساس انت تحليلك ازاي، كشفك ازاي، تفاصيل بتاخد علاجات في مرضى روماتويد. مريض الروماتويد ده بيعمل لي مشاكل تانية، لازم احطه في بالي. الموضوع مش كده، تعال احط لك بلازما، رغم ان البلازما امنه يا استاذ احمد واحدث حاجه في التعامل مع الخشونه، حاجه من جسمك وامنه، وفي نفس الوقت احنا ما بنسكتش عليها، لا، ده في عوامل مساعده ليها، في منشطات، في مغذيات، في حاجات ممكن المريض يبقى محتاج جزء قليل كنترول كامل على هذه المشكله. فانا بعد ما المريض يجي لي بالاشعات اللي معاه وبيبقى معاه صوره دم، عشان انا هعتمد على دم المريض. لازم اعرف هيموجلوبينه قد ايه، عدد الصفائح اللي عنده قد ايه، في حاجات لا قدر الله في مشاكل في السيوله او في اي حاجه. فالمريض مش تعالى خد بلازما ويمشي، لا. والمهم جدا انك انت تقعد مع المريض وتعرفه عندك ايه ومحتاج ايه. مستشار جراحة العظام وألم المفاصل والعمود الفقري. الحمد لله النهارده النتائج عندنا كويسة جدا للمرة الثانية من عيادة مدينة القصر، عيادة الدكتور سامي قنديل. معانا الحاجة جمالات، جات لنا العيادة من أسبوعين، أول جلسة للبلازما للركبة اليمين، كان عندها خشونة برضه من الدرجة الرابعة، وكانت محتاجة إن هي كالمعتاد تعمل تغيير مفصل، وقالوا لها إن حقن البلازما مش هيجيب نتيجة معاكي، لكن الحمد لله هي ربنا هداها وشافت الإعلان على التلفزيون، فجت لنا بدأنا معاها بروتوكول علاج خشونة المفصل، وبدأنا حقن البلازما واحدة فقط من أسبوعين. هي بتحكي لكم تجربتها وإحساسها بعد أول جلسة. الحمد لله انا سمعت على حضرتك وجيت وخدت الكونه، والحمد لله انا كده بقالي 15 يوم بس حسيت بتحسين. انا كنت بنام ما بقدرش اخد الدلاجة وقت قفلتها، ما كنتش بقدر اقوم بالعافيه، كنت بتعب، بحس بتعب جامد في الدلاجة دلوقتي الحمد لله. فانا جايه تاني كونه دلوقتي. أنا دكتور يوسف سلام الدين، مستشار جراحة العظام علاج ألم المفاصل والعمود الفقري. معنا النهاردة من عيادة مدينة نصر عيادة الدكتور سامي قنديل، معنا مدام منى هتحكي لكم تجربتها بعد ما بدأنا معاها بروتوكول علاج خشونة مفصلي الركبة بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية. هي طبعا كانت جاية لنا خشونة من الدرجة الرابعة متقدمة، كل الدكاترة اللي راحت لهم قبل كده قالوا لها إن محتاجة تغيير مفصل، لكن هي وعدتنا بالالتزام إن شاء الله بإنها تقلل وزنها، وبدأنا معاها بروتوكول من حوالي 5 أسابيع. بدأنا بالركبة اليمين، هي كانت مصرة تبدأ بواحدة بس ونشوف النتائج بتاعتها قبل ما نبدأ في الركبة التانية. هي تحكي لكم تجربتها معانا، إيه الأخبار؟ بصلي وانا قاعده. فالحمد لله بعد ما خدت البلازما حقنت مرتين رجلي اليمين، حسيت بتحسن جامد. الالم نفسه وانا نازله من على السلم او انا ماشيه ما بقتش احس بيه، ففي تقدم رهيب يعني الحمد لله. انا بشكر الدكتور سامي قنديل والدكتور يوسف، يعني حسيت بتقدم جامد قوي 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 قوي. حضرتك كان عندك شوك عظمي؟ انا كنت مريض. ما تحكي لنا بقى انت عملت ايه وعملت ايه مع الاستاذ صبري؟ والله هو انا كنت مريض شوك عظمي. انت حقنت؟ انا حقنت بس زميل ليا اللي حقني، يعني مش انا حقنت نفسي. طباخ البلازما بيدوقها. يعني انا بطبيعتي ان انا يعني اللحوم والحاجات دي والقهوه بتزود شويه اليوريك اسيد، وكان حظي ان هو دايما بيترسب في الكعب، فعمل لي التهاب الوتر اللي تحت، ودي اللي احنا
نسميها الشوك العظمي. كنت فعلا احساس المريض انا عارفه يصحى الصبح يدوس كانه داس على مسمار، فعلا حاجه بتوجع. فاخدت العلاجات وحاولت ان انا اضيع الالتهاب بالطرق الطبيعيه. كان زمان كل التجارب قدامي الصدمات الكهربائيه والويفز والكلام ده كله ما بيجيبش النتيجه، فانا اخدت القرار ان انا احقن. والحمد لله انا بقالي 4 سنين بامان وربنا يشهد ان انا مستريح وما بتوجعنيش، وكمان ملتزم بالتعليمات بتاعه شرب الميه، مقلل بتاع. فهي صابرين كانت من الناس اللي عندها الشوكه وغلبت فعلا بالتفاصيل دي، فانا عملنا لها الحقن، استريحت الحمد لله. والموضوع بسيط يعني، دبنج موضعي يعني. تخيل انت بتاخد حقن عضل ولا تدخل تعمل عمليه جراحيه، والمنطقه دي اساسا تاثيرها في الدم فيها قليل جدا، فممكن يحصل لا قدر الله ابسط حاجه. بل عندي السهل اللي يروح للصعب يعني. فالحمد لله الشوكه العظميه من الحاجات السهله جدا الحمد لله، ان هي بقت بتستجيب جدا للحقن وبتستفيد قوي، والحمد لله بتعدي نتيجه كويسه جدا وسهله الحمد لله. قلت كل الحاجة هبة حمدي كانت هي تشتكي من خشونة في ركبتها ومشاكل في الكاحل. فحصناها وشفنا اشعاعاتها وشفنا كل حاجة، ولقينا ان قرار العلاج هيبقى بالحقن البلازما. والحمد لله رب العالمين بدأنا الخطوة وعملنا الحقن البلازما لخشونة ركبتينها والكاحل، والدكتور اسمه الله يكرمه عمل لها الحقن من اسبوعين. كان الحقن سهل زي عيلتك؟ لا، هي الحاجة هبة أهم حاجة فادتها إن هي قللت وزنها واستفادت من الحقن. هي كان عندها مشكلة في الكاحل الأيمن مزمنة بقالها فترة طويلة، كان عندها التهاب في الأوتار الكاحل من فترة طويلة، جربت علاجات كتيرة وكلها ما جابتش نتيجة، وكانت بتمشي تعرق وما كانش حد بيقدر يلمس الكاحل بتاعها، وكان عندها تحديد في حركة المفصل. حقنا لها البلازما الغنية بالصفائح الدموية حوالين الأوتار الملتهبة، هي هتقول لكم أخبارها إيه. وطبعا كان عندها خشونة متقدمة في مفصل الركبة الشمال. الله العظيم الحمد لله، بقدر أنزل على السرير ولا السرير ولا حد بس كده هنا أصرخ، قسم بالله بجد كنت اسوق كده لما جينا وحقنا الحقن كان صعب وحاجه تخوف. لا والله العظيم مش بنجي موضعي وشكه بسيطه صح. لا والله كان واحد بياخد بيدي نفسه على عزم الله الانسولين شكه سله قد كده. والله اكبر الدنيا مشيت كويس والله العظيم الحمد لله. خلال الاسبوعين اسبوعين دلوقتي ايوه حاليا انت جايه داخله علينا ماشيه وطلعت على السلم ونزلتي. والله العظيم داخله مش خالص. قولي التغيير اللي حصل. لا والله العظيم زي العسل وزي الفل. ربنا يا دكتور رب بحاجه هنه واحسن كده يباركك يا دكتور يرجع الشغل على طول. احنا ده اللي بنقوله الموضوع بسيط. لا والله كنت جاي اسمع الدكتور اسمع الاثنين اللي عندنا في البلد وجايه والله العظيم انا جبت علاجهم. الله اكبر في البوق زي ما هم والله ما جبتهم. فانا بجيب واخد العلاج ده ومسكن حتى الطرح حولنا على جلسه طبيعي عملت 12 51 ولا عامل لها حاجه خالص. يا كنت بتقدر تطلع السلم؟ لا والله بجد خالص عند السلم عشان انا عندي جنب الدكتور يا دوب بس هي المسافه اللي انا عداها شويه وده اللي احنا نرجع تاني للوجع تاني. بجد ده اللي انا بقوله. ده اللي انا بقوله انت حطيت رجلك على الطريق الصح. حافظي على اللي حصل، وزنك ما يزيدش، تواصلي التعليمات، شرب الميه وانقاص الوزن شيء اساسي صح. احنا بنقول ان دايما دايما مشكله ركبه تغيير في نمط الحياه. احنا قلنا لو ما بنعملش وما بنسويش حتى الدقل في الاشعه قال عمليه لا يوم. ربنا يعافينا بس اللي احنا بنتكلم ايوه ما حد يكلمك في الطريق ولا حد هيوصلك ابدا ان يقول لك اعمل عمليه بجد ولا تبقي محتاج عمليه. ليه؟ لان احنا اللي اتهد بنبنيه وبنغير في طريقه حياتنا شرب الميه وانقاص الوزن والتعليمات وتغيير عضلات ركبتك. كان مأجلها ان هي عشان الموضوع كان مجبر. بقول لك فاحنا الحمد لله انت مشيتي في الطريق الصح ووصلت في الموضوع وكملتي. اهم المشكلات اللي ممكن تواجه الناس في العمود الفقري وازاي بيتم علاجها بدون تدخل جراحيه. الانزلاق الغضروفي او الام اسفل الظهر او الام المنطقه القطنيه اشع واكتر. ليه؟ لان بقى المنطقه دي شايله الجسم كله تحميل عليها اكتر التحميل عليها. فكره ان انا اجيب لي نفسي انزلاق غضروفي كلنا واردين صح. كلنا نسيء هذه النقطه كتير كله شيء وارد جدا كتير. بدون اي مقدمات وبخصب عنك وتنسى تقوم ست في البيت طبق الغسيل او السجاده المبلوله او واحد بيلعب مع ابنه ويشيله مره واحده او في الجيم. الشباب كلهم بيشتكوا من الام في ظهرهم لانه بيسيء استخدام الفقرات القطنيه. في الاخر لو الاسباب اللي ممكن نعدها توصل لل 50 60 100 سبب في الاخر عمل لك انزلاق غضروفي وظهرك بيوجعك فانت هتروح تعمل لي رنين وتيجي هشوف الرنين وشكوه المريض هحدد هل المريض ده محتاج جراحه ولا لا. لو محتاج جراحه هقول له لانه بيبقى اعراض تانية خالص موضوع كبير جدا وبقلق. و5% بس من 3 ل 5% من مشاكل الام العمود الفقري في المنطقه القطنيه والعجزيه مش محتاج ال 5% بس هم اللي محتاجين جراحه، وال 95% من الناس كلها مش محتاجه جراحه.
طيب المريض اللي مش محتاج الجراحه ده هيتساب؟ ده جاي بيشتكي لك من وجع تنميل والام في الفخذ، تشنجات عضليه جامده جدا، بتنزل السمانه، كهرباء، الست تقف في المطبخ 5 دقائق 10 دقائق تقول لك ظهري هيحس انه هيتقسم، يمشي شويه يقول لك مش قادر، في الاخر كلها عباره عن اوجاع. ودايما اقول انا الوجع ما بخافش منه، انا اخاف ان المريض ده والعياذ بالله بدا يشتكي من صوت في القدم، بدا يشتكي من اعراض شلل، بدا يشتكي عدم تحكم في بوله وبراس، المريض ده هيروح كده لازم يروح جراحه، لازم يروح جراحه. ودايما افتح التليفون على زملائنا الجراحين، عندي حاله كذا، في كل زياره او في كل عياده تلاقي 10 15 واحد بيشتكوا من ظهرهم، ممكن واحد او ممكن ما فيش اكتر من كده لا استحاله. انا عارف انا بقول ايه، ان انا في خلال الزيارات الكتيره وفي الاعداد الناس الكتيره انك تلاقي مثلا ايه 10 جم يكشفوا ظهره على ظهرهم بيشتكوا من الم في الظهر وعنده انزلاق غضروفي وراح لدكاتره وقالوا له من 10 دول اقول لهم 5 هتعملوا عمليه جراحيه، واحد وساعات العشر ما يحتاجوش. انا بحكم على اساس ايه؟ انا بحط الاعراض قدام المريض 1 2 3 4 كل ما اسالك سؤال قول اه او لا، عندي او مش عندي، والمريض هو اللي بيقول لك لا انا كده مش محتاج جراحه. طب لو عمل الجراحه مش هيستفاد للاسف، لو المريض عمل جراحه هو مش محتاج الجراحه الدنيا الوجع بيزيد اكتر والتلفات بتزيد والمشكله بتزيد. البروتوكول بقى، لان برضو كل شيء له بروتوكول، بروتوكول علاج الام العمود الفقري بدون تدخل جراحي ده بروتوكول واسع وكبير، في 3 خطوات نقدر نعمله مع بعضنا بعلاجات وتدريبات وعلاج طبيعي وحاله ونغير طريقه حياتنا والوزن والتفاصيل ديت، وفي ممكن نحتاج حقن جذور اعصاب، ممكن نحتاج حقن جذور اعصاب مع تردد حراري، ممكن نحتاج توسيع قناه شوكيه باستخدام قسطره، ممكن نحتاج كوبليشن او ان احنا نشفط الغضروف اللي جاي على الجنب ده وبيلمس، او نعمله تبخير. كل دي يمكن موضعي والمريض صاحي ومعاك في اوضه العمليات بس عشان الاجهزه، وصاحي ويمشي بعدها بساعه يروح بيته. تجيتيلي بالاذاعه؟ والله بالاذاعه. طيب انا بس عايز اوصل بالاذاعه على بس انت ان شاء الله مش هتحتاجي اسعاف، لان انت كنت محتاجه التشجيع شويه، انك انت ما عندكيش حاجه وحشه. احنا اللي عملناه النهارده ان احنا عشان ظهرك بيوجعك مش عارفه تمشي وركبك بتحرقك وفيها خشونه ومضايقاكي، فاحنا عملنا النهارده حقن صح والدنيا هتبدا تتحسن صح، وعايزك بس تقولي للناس كنت بتحس بايه، وعايزك تعرفي ان انت هتتابعي معايا وفي عينيا وفي رقبتي. جيت عند الدكتور هنا هقلب ركبي الاثنين وهقلب ضهري من ورا قسما بالله، ومشى الاسعاف وهينزلني على رجلي قسما بالله العظيم شهاده حق اقولها يوم موقف العظيم. لما بعرف اخش حمام بعمل حمام وانا نايمه على السرير، وباكل وانا نايمه على السرير. دلوقتي قسما بالله العلي العظيم الدكتور حقلب رجلي بركبي الاثنين، ما كنتش اعرف الم رجلي، ما كنتش قادره اقعد نص قاعده وكله وانا نايمه، وانا اهو ان شاء الله كده كمان ربع ساعه وخارجه من المستشفى قسما بالله من غير اسعاف، اقسم بالله هروح من غير اسعاف.